بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبة والطالبات، هنبدأ مع بعض إن شاء الله محاضرات في مادة البيئة والمناخ. هشتغل معاكم في الشق الخاص بالخواص الهواء، وده الوسط اللي احنا عايشين فيه، الهواء الجوي، سواء عايشين خارج المنازل او داخل المنازل، ده هو الاتموسفير بتاعنا بمحتوى الهواء من اكسجين ونيتروجين، واذا كان في ارجون بنسب ضئيلة. اللي يهمنا احنا الهواء ده ليه خواص، كومن بروبرتي، يعني بروبرتي مشتركة بين الهواء بين النيتروجين والأكسجين، وتم حساب هذه الخواص على حسب الماس الماس بالانس، أو نقول عليه الماس برسنتج لكل للمحتوى ده هو مثلا. تمام، خلينا نشوف الهواء وخواصه الفيزيائية والحرارية، ده هيهمك او هيفيدك جدا كمهندس، سواء هندسة معمارية يفيدك جدا في عمليات التهوية ومنطقة الكمفورت والديسكمفورت بتاع الانسان. يعني احنا زي ما في انت تقدر صناعيا تخلق منطقة من الكمفورت او الديسكمفورت لو عملت التصميم غلط، تصميم نظام تهوية او نظام تكييف. طبعا احنا في الطبيعة اكيد في ربنا خلق الطبيعة، بس الطبيعة على حسب الجو وعلى حسب على حسب بقى ايه المنطقة اللي احنا عايشين فيها. ساعات بتيجي فصول من سنة او ايام او اسابيع بتكون الجو لطيف وكمفورت واحنا مبسوطين جدا بالجو، والناس الاكتيفيتي بتاعتها عالية جدا والبرودكتيفيتي عالية. بمعنى تاني ان هذا الموضوع بيأثر بشكل مباشر في الاكتيفيتي ليفل بتاعنا، فبذلك الاكتيفيتي ليفل بتاعنا، يعني احنا بنتكلم في البرودكتيفيتي، يعني احنا بنتكلم في الانرجي، يعني احنا بنتكلم في الاقتصاد العالمي. دي حاجة مهمة جدا لو احنا اهتمينا بيها. لو انا اهتميت بيكون العامل اللي عندي او الناس اللي عندي بهيئ لهم جو من الثيرمال كومفورت او الراحة الحرارية، تمام، هبدأ انا اخد يعني كل الطاقة اللي هم موجودة فيهم، الطاقة دي هي هقدر اخدها، هقدر يزود معايا البرودكتيفيتي. بمعنى اخر بيكون احنا كبشر ساعات بتمر علينا اوقات بحاجة اسمها الديسكومفورت، الثيرمال ديسكومفورت، يعني ايه؟ بيكون الاتموسفيرة والجو حواليك درجة الحرارة عالية، الرطوبة عالية، بتبدأ انت بتعمل اقل مجهود، بتلاقي نفسك بتعرق، بتلاقي نفسك بتفقد طاقة، بتفقد املاح، بتفقد طاقة، بتلاقي نفسك زهقان، بتلاقي نفسك بتتخانق مع اللي جنبك. لو برضك جو في درجة او البرد التمتشر هنا هو منخفضة جدا، بتحس كده بشيء مش مستريح حراريا وبردان وتعبان وصعب تدي شغل بهذه الطريقة، وكل شوية عاوز تشرب مشروبات سخنة تدفي نفسك، وبتبدأ تضيع وقت يمين وشمال في حاجات ملهاش لازمة. مش عشان انت مش عاوز تشتغل، ولكن انت مش مستريح حراريا، فبذلك انت بتحاول تهرب من الايفورت اللي مطلوب انت تعملهن.
وعليه خلينا ندرس مع بعض هذا الأمر، ونشوف إزاي ندرس الخواص الفيزيكال أو الثيرموفيزيكال يعني حراري وغير حراري والفيزيائي للهواء بتاع الجو. يبقى انا هركز على جزئية الهواء بس معاكم، بس انا هاخد الحتة الصغيرة دي، الهواء اللي احنا عايشين فيه، سواء الهواء ده في الشارع عايشين احنا مع بعض، او في الكلاس، او احنا عايشين في الكلاس، او في البيت، او في اي مكان، او في طرقة، او في شركة، او في اي م او في مصنع. مقاييس خواص الهواء اسمه بنسميها دي السيكرومتريك، السيكرومتريكس، تمام؟ ده اسمها مقاييس، والسيكرومتريك ان هو سميناها وفي خريطة اسمها الخريطة السيكومترية، والخريطة السيكومترية دي هي بنجيب فيها الانرجي بتاع الهواء ودرجة حرارة الهواء، ونجيب الرطوبة اللي في الهواء، بنجيب كل ما تتخيله ولا تتخيله عن الهواء، وبنجمعه في خريطة واحدة في رسم بياني. ومن خلال هذه الخريطة لو عرفت تشتغل عليها، هتقدر انت كمهندس معماري او مهندس على حسب تخصصك، مدني او غيره، تعرف انت ايه، انت ايه اللي انت بتعمله ده، السقف اللي انت بتعمله ده ارتفاعه ايه، ظروفه، الواجهات بتاعتك. ان انا اعمل مثلا، انتوا بتدرسوا اكيد الواجهات، يقول لك الواجهه البحريه والكلام من ده، تيار الهواء، يعني احنا ليه بندرس، بيقول لك لازم هنا يحصل تيار، هنا كذا، الفتحات، الاتجاهات. انا هقول لك ايه الطبيعه بيحصل ايه بالضبط، تمام؟ هندرس هنا مقاييس خواص الهواء، هناخد الاهميه، خواص الهواء الرطب، قانون دالتون، نسبه الرطوبه، الرطوبه النسبيه، الحجم النوعي، درجة الحرارة، المحتوى الحراري، الخريطة السيكومترية، العمليات المؤثرة على مخلوط الهواء. تعال نشوف ايه هي الأهمية. رقم واحد بيقول لك ان هو ان القوانين السيكومترية بتحدد الخواص الديناميكا الحرارية اسمها الثيرموديناميك بروبرتيز للهواء الرطب. كلمة الهواء الرطب دي هي ليست كلمة بليغة ولا حاجة، ولكن انت اول ما تيجي تتكلم عن الهواء اللي احنا عايشين فيه، لا يجوز الا انك انت تتكلم على كلمة الهواء، دايما ترفق كلمة الرطب، او بنكتب في المصطلح الهيوميد اير. الهواء الرطب هو اللي احنا عايشين فيه، والهواء ده هو اذا كان مش رطب احنا هنكون من الاموات، لأن الهواء يحتوي على نسبة معينة من الرطوبة، ولا الهواء ولا إذا كان هذا الهواء جاف بنسبة 100% مفهوش أي كمية رطوبة، بيبدأ يخش الهواء على الرئتين، ويبدأ هذا بيبدأ يعمل عملية ديهايدريشن أو دراينج للرئتين، لأن سطح الرئتين من جوه بيبقى سطح فيه زي مواد لزجة، سواء بيبدأ يعمل عملية جفاف لأي سطح يمر عليه. ليه؟ لأن من خواص الهواء وهو ماشي، إذا كان الهواء ده هو جاف، الخواص بتاعته بيكون شره لبخار المية، هيمر بأي سطح فيه مية، بخار مية، أي حاجة، بيحصل بخاصية اسمها الدفيوجن ماس ترانسفير، بيبدأ ينتقل الرطوبة إلى الهواء، ودي الطرق اللي بينتقل بها الرطوبة إلى الهواء. وليك أنت تعمل، وممكن تعمل تجربة، ساعات أنت بتنسى كوباية شاي أو تنسى شوية مية في أوضة وسيبهم لمدة 2 3 عقب كده، بتلاقي العقب ده هو نشف، عقب قهوة شاي نشف، وتبدأ بتفضل معاك المادة الصلبة. الله، أمال فين المادة اللي هي السائلة؟ هي مش المادة السائلة، ولكن هي المية. المية تبخرت بظاهرة الديفيوجن اللي احنا بنفس الظاهرة بنقولك عليها، ان الهواء وهو ماشي في طريقه على طول شغال بيشيل في مية، بس لو اصطدم بسطح رطب يبقى الهواء الرطب. يا شباب هو ده الهواء اللي بنعيش فيه. بس ما هي الرطوبة؟ هي الفكرة هنا، هو الرطوبة دي كام؟ 10% رطوبة النسبية،
ساعات بيجيب لك درجات الحرارة، يقول لك الرطوبة النسبية مش عارف كام، بيقول لك ايه. طب يعني ايه رطوبة نسبية؟ يعني هنا هو شايل الهوا، يبقى هنا دي الرطوبة النسبية مثلا. الرطوبة النسبية درجة الحرارة كام بتحدد لك الرطوبة النسبية؟ طبعا ربنا خلى الهوا ده كل حاجة معمولة بمقدار. الهوا طبعا بيشيل رطوبة، وطبعا احنا بنزهق قوي قوي في الشهرين 7 و8 عندنا في مصر، لان الرطوبة بتكون عالية. وبتعرف تعرف يعني ايه هوا بيشيل رطوبة في هذه او في هذين الفصلين. بيقول لك هنا تختص الخواص او القوانين السيكومترية بتحديد الديناميكا الحرارية للهواء الرطب مع استخدام تلك الخواص في تحليل الظروف والعمليات المرتبطة بهذا الهواء، وتشير تلك القوانين إلى حالة الجو إيماء للرطوبة. تمام. هنا بيقول لك يتكون الغلاف الجوي للأرض من مخلوط من الغازات بالإضافة إلى كميات متغيرة من بخار الماء. هندقق جدا ما بين السطور، لأن هنا في الامتحان هيبقى مالتي تشويس في الغالب، يبقى ممكن تجي لك جمل زي دي. يقول لك يتكون الغلاف الجوي من مخلوط من الغازات بالإضافة إلى كميات متغيرة من بخار المية، من بخار البنزين، من بخار الكيروسين. انت واخد بال حضرتك؟ anyway على حسب ما انت تختار بقى. انا بدي مثال بس ليس اكثر. تركيب الهواء الجاف، يعني ان هو بيقول ويجب ان يلم ان ده المقدمة. طبعا هذا الكتاب خاص بتوع الهندسة الزراعية، بس هذا الشابتر او الفصل ده بالذات، يعني احنا ممكن هيدرسه بتاع الهندسة الزراعية، وهيدرسه ممكن اي حد هيبدأ يتعرض للخواص الهواء والكلام ده. طبعا بيقول لك هنا بتصميم النباتات، الحيوانات، المحاصيل، المشاة، الكلام ده هوت، ان دي قوانين ثابتة سواء لينا للنبات للحيوان، دي بتاعت الطبيعة. هل انت هتعمل تهوية لينا او ليهم ازاي يعني؟ تمام. نشوف في الصفحة اللي بعدها هنا، دي بيقول لك تركيب الهواء الجاف. تعالى جبت لك الكومبوزيشن بتاع الهواء. بص يا شباب، هنا ده الاكسجين، الكتاب طبعا ده طباعته قديمه شويه. طبعا الرمز بتاع الاكسجين O2، الرمز بتاع النيتروجين N2، بتاع الارجون AR، بس هو جايب لك الف ار هنا AR. الرمز بتاع ثاني اكسيد الكربون ان احنا نقول عليه CO2 مش كاف الف اتنين. تمام. الوزن او كاف الف اتنين كانت قديما، يعني كل انا يعني اول ما درست، انا ما درستش بالعربي يعني او كده. طبعا الوزن الجزيئي كنا عارفين يعني ايه مايوكلر ويت. ادي الوزن الجزيئي، الاكسجين 32، النيتروجين 28، الارجون 39، ثاني اكسيد الكربون 44. خلي بالك ان هو الحته دي الجدول ده مهم. اقول لك مهم ليه. هنا طبعا جزء المول من التركيب، طبعا خدنا احنا مول واحد هنا هو، يعني ده الجزء من المول ده يعني لو جمعت دول مع بعض يدولك 1 مول، بس ده يمثل طبعا دي داتا احنا هناخدها، ده يمثل 0.2095 من المول. شوف ده بيمثل 78% من المول، لو خدنا مول من الهواء، او مول او 1 كيلو مول. هنا الوزن الجزيئي زي ما قلت لك، انا الوزن الجزيئي للمخلوط ده كله هيطلع 28.96، او ساعات بنكتبها 28.97 ايه 7 966. عشان لو قلت لك الوزن الجزيئي للهواء بكام؟ ب 32، 28، 39، 44. تمام. الجدول ده برضك من الحاجات اللي انت لازم دايما يا شباب. مشكلتنا بناخد الحاجة على علتها، يعني بناخد الحاجة زي ما هي،
بناخد الحاجة زي ما هي كده وخلاص. لو انت عرفت، لو انت اطلعت عرفت دي بتاعت ايه، ودي دي مكوناتها ايه وايه، على الاقل المعلومة هتلاقيها ثبتت معاك. خواص الهواء الرطب بيقول لك properties of moist air. تمام، ايه هي خواص الهواء الرطب؟ يتغير وزن بخار الماء في الهواء. تمام، ادي ناخد الخواص بتاعة الهواء الرطب. طبعا يتغير وزن بخار الماء في الهواء بتغير درجة الحرارة، فتغير المحتوى الرطوبي للهواء من صفر بالنسبة للهواء الجاف إلى 100% بالنسبة إلى إيه؟ عند التشبع. تمام، يبقى يتغير وزن بخار الماء أو الوزن النسبي لبخار الماء في الهواء بتغير درجة الحرارة، وذلك عند درجة حرارة محددة. ويمكن ربط كل من الضغط والحجم والوزن والخواص الحرارية لمخلوط من بخار الماء والهواء بمجموعة متوالية من القوانين المستنتجة بالنسبة للغاز المثالي. بنقول عليه الأيض، وتطبيقها بدقة مقبولة على عمليات تتضمن مخاليط الهواء وبخار الماء تحت الظروف الطبيعية. ده كلام جيد. البيرفكت جاز أو الغاز المثالي أو قانون الغاز المثالي. ايه هو قانون الغاز المثالي؟ طبعا احنا خدنا الايديال جاز موديل، انتوا خدتوه كلكم في ثانوي، البي في الفي هيساوي الام ار تي، اللي هو القانون ده، ادي البي في الفي هيساوي الام ار تي. تمام، طبعا البي في الفي هنا هو اللي هنا اقرا لك الحته دي. بيقول لك يمكن وصف الحاله الديناميكيه الحراريه للهواء الرطب بمعلوميه الضغط، وايا من خاصيتين اخريتين مستقلتين، وسوف يتضح ذلك بعد ان قد تم تطوير معظم الخرائط السيكومترية عند ثبات الضغط. ومن الضروري عند الاستخدام فقط معرفة أي الخاصيتين أخرتين إيه مستقلتين. طبعا الحتة دي لو مش متفهمة دلوقتي هنشرحها. يعني بيقول لك إيه؟ إن إحنا ال 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 في الخريطة السيكومترية اللي هناخدها فيما بعد، كل ده حسبه عند ثبات الضغط والضغط الجوي. تمام، يبقى البي في الفي ده هيساوي الام ار تي، ادي بي ده الضغط، الفي ده الفوليوم اللي حواليه. طبعا الفوليوم انا بتكلم على مكان محدود، اوضه، زي وانا قاعد في اوضه، ولكن انا الفوليوم اللي بره يعني مش هيشتغل يعني على الاتموسفير بشكل مباشر. الام هي ايه؟ الكتله الهواء اللي موجود في الغرفه. الار ده مين؟ اليونيفرسال جاس كونستانت لمين؟ للهواء. التي ده التمبريتشر. ده كلام جيد. طبعا الكلام ده مشروح اهو. تمام، طبعا هنا اقول لك ايه، طبعا التي بالكلفن هو قصده المطلقه، يعني الكلمه يعتبر سلوك مخلوط الهواء بخار الماء قريبا من الغاز المثالي. طبعا الهواء بيبقى فيه مخار ميه، المخار ميه ده بيقترب بالسلوك بتاعه من الغاز المثالي عشان الضغط منخفض، الضغط الجوي يعني الضغط اللي هيساوي واحد بار، ضغط يعتبر ضغط منخفض. يمكن تطبيق المعادلة السابقة مع وجود نسبة خطأ يمكن إهمالها بالنسبة لدرجات الحرارة والضغط في المدى المستخدم لتهيئة البيئة الخاصة بمعظم العمليات المرتبطة بالمنشآت. ويمكن استخدام الثابت العام للغازات اللي هو 287 جول على كيلو جرام كلفن، ده باقي التمييز بالنسبة ده بالنسبة للهواء، وده بالنسبة لبخار المية 461 جول على كيلو جرام كلفن، او ساعات بنكتبها كام 0.287 كيلو جول على كيلو جرام كلفن، ودي بنكتبها ار ووتر او ار دبليو هيساوي 0.461 كيلو جول على كيلو جرام كلفن في الحسابات الخاصه بالهواء داخل المدى البيئي المستخدم في المباني الزراعيه، او بشكل عام في اي مبنى. في قانون مهم، خلاص عرفنا الايديال جاز موديل اللي هو بي في الفي هيساوي ام ار تي.
طبعا لازم نعرف يعني ايه ايديال جاز موديل، الشكل بتاعه، حتى لو جبنا حاجة هيبقى حاجات بسيطة جدا. انا مش هخوض جامد معاك في هذا الموضوع في الفيزيكس وحل المسائل والكلام ده، لان انت ممكن تروح في حتة تاني مش هتعرف ترجع منها. ولكن انت بس هتهتم تعرف الخواص، تعرف ايه اللي بيأثر، ايه القانون. انا يعني تتخيل تعمل سيناريو للموضوع بيتعمل ازاي، على اساس ان اول ما تعرف يعني الحاجة دي تفصيلا يعني هتفيدك جدا في دراستك في التخصصات التانية. قانون دالتون حضراتكم يمكن معاملة، شوف خلي بالك مهم جدا هذا الكلام جدا جدا، يمكن معاملة مخلوط بخار الماء والهواء الجاف معاملة الغاز المثالي، تمام. فنجد حساب قانون دالتون اسمه دالتونزلون، أن كل عنصر في أي مخلوط من الغازات له ضغطه الجزيئي الذي يعتبر مستقلا عن الغازات الأخرى، ويعتبر الضغط الكلي لمخلوط الغازات هو مجموع كل من، يعني بمعنى أصح يعني لو اجتمع أكتر من غاز، خلي بالك لو اجتمع أكتر من غاز داخل كونتينر، داخل حيز مغلق، علبة، جبت غاز الأكسجين وغاز النيتروجين مثلا وغاز بخار المية، خلي بالك طب كل واحد يمثل له كتلة، كل غاز منهم له كتلة وله كمية. طيب معنى ان له كتلة وله كمية تقدر تحسبه من مين؟ بتقدر تحسبه بالفي في الفي هيساوي ام ار تي، تقدر تحسب الضغط الجزئي لهذا الغاز. يعني كل غاز في داخل حيز مغلق زي ما قلت لك علبة كده هو يعني من الغازات المختلفة يمثل ضغط، له ضغط، ومجموع هذه الغازات يمثل الضغط الكلي. يعني لو جمعت الضغوط يبقى انا اجيب الضغط الكلي ازاي في داخل العلبة دي، هي هجمع ضغط مثلا الهواء زائد ضغط الارجون زائد ضغط مش عارف النيتروجين، واذا كان في بخار مية هجمع معاهم ضغط بخار المية، ودي يمثل الضغط في داخل المكان. يبقى انت بتتعامل مع الضغط كله. على سبيل المثال وانا بنفخ كاوتش السياره، بقيس، بجيب العداد اسمه جيج بريشر، بقيس الضغط، بيديني الضغط الكلي على طول. ولكن لو انت حبيت هل في بخار ميه؟ اه في بخار ميه جوه. هل في اكسجين؟ اه في اكسجين بالداخل. هل في نيتروجين؟ في نيتروجين بالداخل. هل في ضغط للاكسجين؟ اه في ضغط للاكسجين لوحده، وفي ضغط النيتروجين لوحده، وفي ضغط البخار الميه لوحده. يبقى هنا ده مجموع ضغوط. برضك انا عشان ما نصعبش العمليه هنعتبر ان الضغط هنا هو الضغط ده، هو هنعتبر الضغط بتاع الاكسجين والنيتروجين والارجون هنقول عليه بي اير، ده ضغط الهواء على طول، كله لبشه واحده على بعض، مش هنخش في تفاصيل الارجون والكلام ده. زائد البي دبليو ده ضغط بخار الميه، يبقى ده الضغط الكلي اللي احنا هنعتبر عليه في مخلوط الغازات ده اي هيوميد اير او اي هواء رطب. واحد يقول لي ايه المعادلات دي؟ ما نفس المعادله دي اهي، مش بي في الفي هيساوي ام ار تي. يبقى خلي بالك ام اير في ار للهواء في التي بتاعت الهواء على الفي بتاع الهواء، زائد ام دبليو دي الكتلة بتاعت الدبليو بخار المية في الار بتاع بخار المية لسه واخدينه اهو من شوية، في التي بتاعت مين؟ بتاعت بخار المية في الفي بتاعت بخار المية. في حتتين دايما هتلاقيهم مشتركين في الكلام ده، التي والفي. طبعا ال الهواء الاير يعني هنقول عليه دراي اير، لو ده يجوز التعبير او يصح التعبير نقول البي اير يعني بي دراي اير، ده الدراي ده الهواء الجاف، وده البي ووتر ده ضغط بخار الميه اللي موجود مع الهواء الملازم للهواء. طبعا المخلوط ده هو في حاله ثيرمال اكوليبريم، في حاله اتزان حراري، هتلاقي درجه حراره المخلوط دي هي درجه واحده بس، يعني تي ووتر هتساوي تي اير. يعني دايما عمرك انت وانت بتستنشق الهواء حسيت بدرجتين من الحراره مختلفين، انت بتستنشق الهواء ببخار الميه بتاعه بتحبيشه بكله، يبقى انت بتستنشق الهواء ببخار الميه بميكروبات وبكل ما لناش دعوه بميكروبات، يعني ايه؟ هتستنشق الهواء الدراي مع الرطوبه اللي موجوده الملازمه لشيلها الهواء.
انه الهواء بيشيل الرطوبه، ده من خواص بتاعته انه بيشيل في الرطوبه وهو ماشي لو مر على اي سطح رطب. هنا طبعا في حاله اتزان حراري طبعا الفي، طبعا الهواء في ميزه تاني بقانون دالتون، ده اللي اثبته دالتون، قال لك اي مجموعه من الغازات في حيز مغلق او غير مغلق حتى بتاخد يعني الغازات المخلوطة دي هي بيكون ليها نفس درجة الحرارة ويكون ليها نفس الفوليوم، نفس الفوليوم اللي محبوسة فيه او اللي موجودة فيه. يعني هنا هو الفوليوم اللي هينتشر فيه الدراي اير هو نفس الفوليوم اللي هينتشر فيه بخار المية. يعني الفوليوم هتلاقي الفي دبليو هتساوي الفي اير، تمام. ايه تاني؟ والتي دبليو هتساوي التي اير، ولكن الضغوط هنا الحاجه المختلفه الضغوط، وعليه هتلاقي ان هو البي هيساوي طبعا الام هنا قاعده في حاجات هناخدها عامل مشترك هنا اللي هي التي، ان تي اير هتساوي تي دبليو خدها من بره عامل مشترك، والفي اير هيساوي الفي دبليو خدها عامل مشترك والتي على الفي، ده في الام اير في الار اير زائد الام دبليو في الار اي دبليو. طبعا هيصفصف المعادله دي هي بتاعت المخلوط، بيقول لك ان البي دبليو على البي اير هيساوي الام دبليو ار دبليو على الام اير ار اير، وعلى ذلك فيمكن حساب الضغوط الجزيئيه وبنقول عليها في المصطلح بتاعنا البارشال بريشر. يبقى انا اقدر احسب البارشال بريشر للهواء واقدر احسب البارشال بريشر للبخار الميه اللي موجود في الهواء. ده هيمثل ان هو البي اير ده هو يمثل البارشال بريشر بتاع الهواء، والبي دبليو يمثل البارشال بريشر بتاع بخار الميه اللي موجود في الهواء. وانا لو جمعت البارشال بريشر بتاع الهواء بتاع الدراي اير زائد البارشال بريشر بتاع الرطوبه الموجوده في الهواء هيدينا التوتال بريشر اللي انت بتتعامل معاه بشكل مباشر، زي الراجل بتاع الكاوتش وهو بينفخ لك الكاوتش بيدي لك توتال بريشر، وانت بتنتظر بتستنشق الهواء بتاخد توتال بريشر، يبقى له ليه توتال بريشر وانت ايه بتستنشق. ده كلام جيد. ناخد الكلام ده مهم واتمنى تقدروا اهميه هذا الكلام، واتمنى برضك ما 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 تتخضوش من المعادلات كده وتحسوا الامور بيت فيزيكس ومعادلات وثيرمو كده. لا الموضوع بسيط، بس دايما دايما انت في كلية الهندسة لو ما لقيتش قدامك قوانين وحسابات زي كده وحاجات زي كده انا ما بقولش دي هندسة، ما الهندسة ما فيهاش حكاوي، قوانين. انت يعني في فينومينا اللي ربنا خلقها دي في قوانين الطبيعة محكومة بقانون، بس دي اسمها فينومينا. انت بتعمل لها نموذج رياضي اي حاجة اسمها فينومينا، الفينومينا محكومة بقانون. يبقى مفيش هندسة طليقة كده، مفيش هندسة سطور من الحكاوي، ولكن الهندسة مرتبطة بفينومينا بتصميم. انا بعمل تصميم يبقى التصميم ليه ليميت. مثلا لو انت بتصمم استرس وسترين وبند والكلام ده بتلاقي فيه ليميت الالاستيك والبلاستيك والكلام ده والمنطقة اللي بينهم وهكذا. واحنا هنا برضك في ليميت، في قوانين، في فينومينا الهواء بيشيل مية، بس ما بيشيلش مية عبيط كده وخلاص، برضك محكوم بقوانين ومحكوم بدرجات حرارة ومحكوم بكونديشن كتيرة جدا. وإلا كانت العملية إذا كانت عبثا كده هتلاقي الدنيا ملخبطة حواليك، ولكن الحياة اللي حوالينا مش عبثا، منظمة جدا ومحكمة جدا جدا، وكل شيء بمقدار جدا جدا جدا، يعني بتحكمها قوانين كومبليكيتد وفينومينا ربنا خلقها. يعني مهما وصفنا فيها او وصفنا بدقتها مش هنعرف نوصف هذه الدقة مهما شرحنا او حكينا فيها. ما هي الهيوميديتي ريشيو؟ طبعا ده مصطلح دايما هتسمعه في النشرة الجوية، بيقول لك الرطوبة النسبية مش عارف 30% 20% 50% 70 اسكندرية غير الصعيد. ودي برضك حتى مثلا دايما بيقول لك اسكندرية غير مثلا الجنوب،
يعني احنا سكان جنوب مثلا كده، لنا منطقة معينة، اسكندرية منطقة ساحلية او مدينة ساحلية، الرطوبة بتكون فيها اكتر، مثلا تتجاوز 50% مثلا. هناك بتلاقي حتى المباني والحوائط، لو اي حاجة فيها حديد تلاقي الصدى ظاهر، والمباني واجهات المباني بيحصل فيها مشاكل على طول، لان الهواء اللي جاي هنا هو الرطوبة بتاعته اوفر او عالية شوية. التكييف اللي بيشتغل في اسكندرية غير التكييف اللي بيشتغل عندنا احنا، ليه؟ لان الرطوبة اللي في اسكندرية بتخلي اقل تكييف صغير ممكن يكيف المكان، غير عندنا احنا هنا الوضع مؤلم شوية في هذه في حتة التكييف والباور. الكلام ده خلينا يجي بوقته وهشرح لك بالضبط ليه التكييف في اسكندرية، وده سؤال ممكن تعتبر سؤال، ليه التكييف في اسكندرية بيكون ذات أداء عالي، والتكييف مثلا أو في الغردقة ذات أداء عالي، والتكييف عندنا في سوهاج أو في قنا أو في أسوان مش ذات أداء عالي. لو جبنا وحدة تكييف، نفس وحدة التكييف ونفس مساحة الغرفة، هتلاقي ده فارق معاك يمكن بالضعف، ده الفرق بين ده وده في كمية التبريد، وده بيتدخل فيه برضك الرطوبة النسبية وكمية بخار الماء اللي موجودة في الجو. يبقى تعرف الرطوبة النسبية، نركز قوي في الحتة دي، انها كتلة البخار بالكيلو جرام الموجودة في 1 كيلو جرام من الهواء الجاف في مخلوط من الهواء وبخار الماء. نقولها تاني، التعريف ده مهم جدا، يعني كتلة الرطوبة النسبية الهيوميديتي ريشيو، يعني انها كتلة بخار الماء، خلي بالك يعني كتلة ما فيهاش حاجة، دي كتلة بخار الماء، يعني انا عندي كتلة بالكيلو جرام او بالجرام، خليها بالكيلو جرام، الوحدة بتاع الاس اي يونت اهي، الموجودة في 1 كيلو. انا عندي ايه الحدوتة؟ عندي 1 كيلو جرام من الهواء، جبت عبيت 1 كيلو جرام من الهواء اللي هو الهواء الجوي العادي جدا، الهواء الجوي بتاعنا ده هو اسمه هيوميد اير او هواء رطب، تمام. هنا هذا الهواء اللي انا اخدته من الجو فيه بخار ميه، تمام. يبقى انا بقول ايه، كتله بخار الميه اللي موجوده في في لو انا لا نقولها تاني، يمكن انا دخلت على تعريف تاني، نقول ايه، انها كتله، معلش، كتله بخار الماء بالكيلو جرام الموجوده في 1 كيلو جرام من الهواء الجاف، يبقى انا تمام، واضح كده التعريف. يبقى انا عندي 1 كيلو جرام دراي اير، هواء جاف ما فيهوش ميه اطلاقا، ودي سهل ان احنا نعملها، طيب نجيب حاجه التجربه دي. يبقى انا عندي 1 كيلو جرام من الهواء الجاف، طيب الكتله اللي هيشيلها 1 كيلو جرام ده هو من الهواء، في 1 كيلو جرام من الهواء الجاف في مخلوط من الهواء وبخار الماء. نرجع برضك للحته اللي احنا قلناها، هنجيب هو المخلوط اللي هنسحبه من الجو، يعني انا جبت مخلوط، المخلوط ده هو يحتوي على 1 كيلو جرام دراي اير او هواء جاف، اي كمية رطوبة فيه هتبقى هي الهوميديتي ريشيو، بحط الرطوبة، يبقى وزن الرطوبة ده هو على 1 كيلو جرام هيديني مين؟ هيديني الرطوبة النسبية. ويمكن كتابة نسبة الرطوبة بالنسبة لمخلوط من الهواء وبخار الماء من المعادلة، بيقول لك 2:2. تعال نشوف ايه هي نسبة، طبعا ده قانون بيحاول يثبته هو، تعال نشوف، يعني هنا بيقول لك نسبة الرطوبة W هتساوي النيوكلير ويت بتاع تعالى طب ما نشوف المعادلة 2:2 شكلها ايه، طيب عشان احنا نسيناها، باين ادي 2:2، ده 2:1 اهي، ادي يا شباب ادي 2:2 اهي. يبقى انا عندي الماس بتاع الهواء في الار بتاع الهواء في التي على بتاع، المهم صفصفت معانا على كده. هنا يقدر يشيل الام اير ده هو ويجيب مكانها ان الام هيساوي نيوكلير ويت في مين، ان النيوكلير ويت بالكيلو
الكيلو جرام على الكيلو مول، النيوكلير ويت. ده بالنسبة للام، تمام. تعال نشوف هنا، يعني هنا هيجيب لك النيوكلير ويت بتاع البخار المية على النيوكلير ويت بتاع الهواء اهي. طبعا واحد يقول لي هي جت منين النيوكلير ويت؟ هي المفروض ام الماس بتاع بخار المية على الماس بتاعت مين؟ بتاع الدراي اير. صح صح. هنا طبعا الماس هيساوي ايه؟ طيب الهيوميتري ريشيو هنا طبعا دي تمثل كتلة على كتلة، دي كتلة الخلاصة. انا هجيب القانون ده هيصفصفه من دي. نهتم احنا بالحتة دي، هي الاهم، ان كتلة بخار المية على كتلة الهواء الجاف هتصفصف الار على الار. طبعا الار ده بقيمة كونستانت وده كونستانت، هتصفصف على ايه؟ انا كونستانت على كونستانت، وهيتفضل عندنا ايه؟ بي ووتر على بي على بي جاز، تمام. هنا على بي اير، ده دراي اير، تمام. هنا 0.622 دي قيمة الكونستانت ده على ده، هيطلع بالرقم ده، تمام. البي ووتر البي ووتر ده هو على البي اتموسفير ناقص البي ووتر، ده يمثل دي ناقص دي هيمثل البي دراي اير. يبقى انت لو عندك البي اتموسفير نقصت منه البي ووتر هو بارشال بريشر بتاع بخار الميه، هدي لك بي مين؟ هدي لك البي دراي اير. ما هي الرطوبة النسبية والفرق، ما الفرق بين الرطوبة النسبية والهيوميديتي ريشيو؟ ريلاتيف هيوميديتي تعرف الرطوبة النسبية على انها نسبة، هنا ضغوط بقى، هناك كانت كتلة على كتلة ولكن هنا ضغط على ضغط، دي غير دي تماما. واللي بيجوها لنا في النشرة الجوية الرطوبة النسبية، ولكن الرطوبة دي هي ده محتوى مائي حقيقي اللي موجود عندك في الهواء. يبقى هي نسبة الرطوبة على انها كتلة بخار الماء بالكيلو جرام الموجودة في 1 كيلو جرام من الهواء الجاف في مخلوط من الهواء وبخار المياه. اما الرطوبة النسبية تعرف الرطوبة النسبية على انها نسبة ضغط البخار الماء الموجود في الهواء الرطب، اهو الضغط اسمه بي دبليو، الى ضغط الهواء الى الضغط المشبع لبخار الماء البي اس عند نفس درجة الحرارة، ويعبر عن الرطوبة النسبية كنسبة مئوية. يعني البي ووتر على البي اس، ايه هو الكلام ده؟ هتوقف معاك عند الجزئية دي حاجة. طبعا احنا دلوقتي الـ 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 الاتموسفير اللي حوالينا فيه بخار مية، وفي زي ما بنقول مدام في بخار مية في كتلة من البخار المية يبقى في ضغط لبخار المية داخل الضغط الكلي، بنقول عليه البارشال بريشر. البارشال بريشر ده او الضغط الجزئي دون ده حسب كمية بخار المية موجودة في الجو، تمام. كل ضغط للمية او لبخار المية، كل ضغط للمية او لبخار المية، خلينا البخار المية، اي بخار مية متبخر عند كل درجة حرارة عندنا، اي درجة حرارة عندك انت تعتبر saturation temperature. يعني ايه؟ يعني كل درجة حرارة تعتبر درجة تبخر، يعني الحرارة دي بيتبخر فيها بخار، بيتبخر فيها المية على حسب الضغط بتاعها، تمام. يعني على حسب الضغط بتاعها بيبدأ يتبخر
يعني ناخد مثال. طيب يعني لو عندي مثلا شوية مية، سطح مية، التبخير هنا غير التبخير بالغليان، التبخير بالديفيوجن. لو عندك سطح هنا في مية بيبدأ يتبخر السطح بتاع من المية، ده بخار في حركة جزيئية مستمرة ليه على السطح ده، هو بيبدأ يتبخر الكلام ده. الفرق ما بين ضغط والتاني، أو كل ما زادت درجة الحرارة بيزداد ضغط البخار، بيزداد معدل البخر. تمام، يعني المهم كل درجة حرارة تمثل نقطة بيتبخر عندها ايه البخار، المية من السطوح. يعني مثلا انت عرقان دلوقتي وقعدت في غرفة فيها هواء، بتلاقي العرق بينشف، دي ظواهر طبيعية. بينشف ازاي؟ طبعا بيمر على ايديك العرقانة او اللي انت غسلها بمية دي، او الهدوم حتى وانت نشرها بيمر عليها الهواء. الهواء ده هو غير مشبع، بس هو هواء رطب، بس هو قابل انه يشيل مية. في انه بيشيل المية ده، هو طبعا انت عندك مية، هدوم مبلولة، المية دي بتتبخر، مفيش حاجة اسمها يشيل مية كده، ما معهوش جردل اللي هو ماشي بيشيل مية فيه. المية اوريدي بتتبخر بالفعل، المية اوريدي بتتبخر. تمام، بتبدأ تتبخر المية. يبقى عند، علشان كده انت لو عندك هدوم بتنشرها في الصيف غير الشتاء، وليه بتنشف في الصيف اسرع من الشتاء؟ طبعا اي واحد بديه بيقول لك عشان الشمس حامية. طب صح، طب ايه الشمس عملت ايه؟ مش هو ده السبب؟ هو ده السبب طبعا الرئيسي اللي فوق، بس السبب ده خلق ايه؟ السبب ده خلق لك درجة حرارة عالية، درجة الحرارة العالية خلقت ضغط بخار مشبع عالي، ساتوريشن بريشر، بذلك كمية البخر زادت جدا يعني عالي، هيبدأ يزداد. خلاص، يبقى هنا هو يبدأ يزداد. يبقى هنا كل عنده كل درجة حرارة، عنده كل درجة حرارة، كل درجة حرارة تمثل عندها ضغط. كلما زادت درجة الحرارة كلما زاد ضغط ايه؟ البخار. يبقى هنا البي ووتر على البي ساتوريشن، ده اسمه ضغط التشبع. ضغط التشبع اللي يحصل عنده ايه؟ البخر، ده التشبع. ويمكن الحصول على ضغط البخار المشبع لبخار الماء مباشرة من أي جدول بخار قياس، ودي بتحصل عليها من جداول البخار. يبقى ده ضغط البخار على ضغط البخار المشبع. يبقى ده ضغط البخار الموجود في الخليط ما بين خليط الهواء الجاف والبخار، وده ضغط البخار اللي هو بتتبخر عنده المية عند درجة حرارة معينة. فلذلك هنا لازم تلاقي في التعريف درجة حرارة، يبقى لانها نسبة ضغط بخار الماء الى في الهواء رطب بي دبليو الى الضغط البخار المشبع البخار الماء عند نفس درجة، مهمة جدا عند نفس، يعني جالك التعريف من غير نفس درجة حرارة يبقى الكلام ده مش صح. ناخد سريعا كده عشان الوقت الفيديو يقدر نتحمله يتحمل. دي صفحة 10، استناني. لسه احنا هنيجي صفحة 9. هناخد حاجة اسمها الحجم النوعي، دي أشرنا إليه في البداية، يشار إلى الحجم. يعني إيه حجم نوعي؟ طبعا عارفين يا شباب يعني الحجم هو الفوليوم. الفوليوم احنا بالنسبة لنا حجم الغازات، مثلا لو عندك أنت غرفة هتحسب الفوليوم بتاعها. طب أنت عارف إن المكان ده الحيز ده هو مليان هواء، هو ده الفوليوم بتاعنا احنا بتاع الهواء مثلا، هو ده الحيز المشغول بكمية معلومة. ويعرف الحجم النوعي في عمليات تكييف الهواء بالأمتار المكعبة لكل كيلو جرام من مخلوط الهواء الجاف وبخار الماء، ويرجع السبب في استخدام 1 كيلو جرام من الهواء الجاف دائما إلى بقاء كيلو جرامات من الهواء الجاف سواء الداخلة أو الخارجة من وحدة التكييف ثابتة في زمن معلوم. المهم أدي الحجم هيساوي الفي اي ام اي في الار اي في التي اي على البي اي. والحجم النوعي سبيسيفيك
فوليوم هو عبارة عن الحجم على الوزن بتاع ايه، يبقى الحجم النوعي اللي هو لكتان. يبقى انا عندي غرفة مثلا فيها مثلا كام متر مكعب من الهواء على حسب التكعيب بتاعها، 3 متر مكعب. هتبدأ تحسب ال3 متر مكعب الهواء اللي فيهم دول يوزن كام كيلو جرام. يبقى هتقسم الحجم بتاع الغرفة على وزن الهواء اللي داخل الغرفة، ده يديك مين؟ الحجم النووي. عشان لو قلت لك إذا كانت الغرفة مش عارف كذا كذا حجمها كذا كذا كذا، فإن الحجم النووي بتاعها كذا، تمام؟ يعني طب واحد يسألني يقول طب أنا هحسب إزاي كتلة، هحسب إزاي كتلة الكتلة؟ بص يا ابني، أنا هدي لك الفوليوم اهو، ده الفي ايه هدولك معطى، الار ايه معطى، التي ايه معطى، البي ايه معطى. هتجيب مين انت؟ هتجيب الام ايه مثلا، مثلا وده حاجات سيمبل خالص يعني. هتجيب الام ايه، بعد ما جبت الام ايه تقسم الفي ايه اللي معطى معاك على الام ايه، بعد كده تقول لي الحجم النوعي هنا ايه كام، وتختار واحده من الاجابات. درجه الحراره التمبريتشر يجب عند التحدث عن درجة الحرارة المخلوط من الهواء وبخار الماء مراعاة أن هناك 3 أنواع من درجات الحرارة. ده طبعا الحتة دي مهمة جدا. يعني ايه 3 أنواع؟ هو أنا عندي كام درجة حرارة؟ الله، هو أنا بقيس درجة الحرارة مرة بقيها 17 وفي حتة تانية الاقيها، يعني هو ازاي؟ يعني ايه أنواع؟ معنى أنواع يعني والانواع دي الاقيها في نفس المكان. هلاقيها عند ده عند نفس المكان ونفس مش عارف ايه، هتلاقي تقيس 3 درجات حرارة دول موجودين بالفعل في نفس المكان، بس كل واحدة منهم هتعبر على حاجة. ايه هي درجة الحرارة الجافة؟ في النوع الاول اسمه درجة الحرارة الجافة، النوع الثاني اسمه درجة الحرارة الرطبة، النوع الثالث درجة حرارة نقطة الندى. ايه هي الجافة وايه هي الرطبة وايه هي درجة حرارة نقطة الندى؟ تمام، هنحاول يعني ناخد يمكن الصفحة دي ونحاول نقفل بقفلة هنا عشان الوقت. بس درجة الحرارة الـ وتقاس درجة الحرارة الجافة باستخدام ترمومتر عادي. هتجيب ترمومتر كده زي أي ترمومتر مئوي وتحطه بيديك درجة الحرارة الجافة. ترمومتر زئبق عادي جاف يوضع بعيدا عن أشعة الشمس، ماشي، ما يكونش في أشعة الشمس، لأن أشعة الشمس أول ما تسقط على الرأس بتاع أو الخزان بتاع الزئبق ده، هو بيبدأ يمتص حرارة من الشمس يديك درجة حرارة أعلى من الحقيقية بتاعة الجو. المهم ما تحطوش في أشعة الشمس وتقيس درجة حرارة الجو. ويجب أن تؤخذ القراءة بعد وقت كافي لضمان الوصول، يعني توصل حاجة اسمها ستيدي ستيت، يعني تدير زي مثلا وانت بتقيس درجة حرارة مثلا لمريض مش عارف ايه، الترمومترات طلع بيدي لك ايه، بيدي لك صفارة كده ان خلاص وصلنا للستيدي ستيت، يعني انا ايه خلاص استقرت درجة الحرارة كده، لان ممكن يكون لسه ايه بيقيس لسه، بس الزئبق بياخد وقت مثلا، يعني اديله وقت. وتقاس درجة الحرارة الرطبة باستخدام ترمومتر زئبقي بعد تغطيته بالجزء السفلي. يبقى هنا الفرق بين دي ودي ايه بقى؟ انا هجيب درجة حرارة رطبة. على فكرة درجة حرارة رطبة هي اللي تعبر لك عن الرطوبة النسبية اللي موجودة في الجو، بس انا هجيب نفس الترمومتر الزئبقي وهحط عليه قطنة مبللة. بعد ما هحط عليه قطنة مبللة بالماء وتعرضها الى تيار هواء، وتتأثر درجة الحرارة الرطبة بدرجة حرارة الماء المستخدم في القطن المبلل، وتتأثر كذلك بانتقال الحرارة بالإشعاع ما بين القطن المبلل والوسط المحيط. يعني هنا طبعا اللي بيحصل بالضبط هنا هو متمرر بخاء، بتمرر هواء على القطن المبللة، ده بيبدأ يتبخر جزء من، بيتبخر المية اللي حوالين القطنة. طبعا أول ما بيتبخر المية اللي حوالين القطنة بيبدأ يحسب إيه، يسحب مين؟ بيبدأ يسحب كمية من الحرارة عشان يتبخر بيها، لان مفيش اي حاجه بتتبخر من غير ما تاخد الحراره الكامله للتبخير. طب هو هياخدها منين؟ هياخدها من القطنه نفسها. تبدا القطنه درجه حرارتها تنخفض، بعد انها تنخفض
بيبدأ القراءة بتاعة الترمومتر تنخفض، فبذلك بهذه الطريقة نقدر نعبر عن وجود كمية البخار المية اللي موجودة في الهواء الجوي. ويعني بمعنى آخر، لو الهواء ده مشبع ودخل على القطنة المبللة مستحيل يشيل ولا ملي جرام من المية، ولكن بناء على درجة التشبع بتاعه بيبدأ يشيل مية، وكلما شال مية كتير كلما بخر بخار مية كتير كلما بردت القطنة زيادة. تمام. وتتم عملية تبخير الماء من القطن المبلل عن طريق الحرارة المحسوسة المقطعية. خلاص. وكلما كان الهواء جافا، الحتة اللي قلناها دلوقتي، كلما ارتفع معدل البخر وكذلك انخفض درجة الحرارة المقروءة، حيث تنخفض درجة حرارة الترمومتر. الحتة دي وتعرف درجة حرارة الندى دي مهمة جدا. ايه هي أهمية الندى؟ نقطة الندى هي عملية التعريق أو عملية التكثيف. دي نقطة الندى بالنسبة لي. يعني انت بتلاقي تكييف بينقط ميه، يعني ايه؟ بيخش الهواء بتاعك السخن ده على وحده التكييف من جوه، بيبدا يكثف بخار الميه. بتلاقي الصبح تكثيف او تعريق او اي مكثف او اي هواء سخن فيه بخار ميه بيمر على سطح بارد بس عند درجه حراره معينه، بيبدا الهواء ده هو ماشي يفقد مين؟ يفقد الرطوبه اللي هو شايلها. يبقى درجة نقطة الندى على أنها درجة حرارة الهواء عند تبريده حتى نقطة التشبع، تمام، عند نفس الضغط ونسبة الرطوبة. يبقى أنا هبدأ أبرد، يعني أنا زي ما بقول لك أهو، هبدأ أبرد مين؟ عند تبريد الهواء الجوي، الهواء اللي هو هيوميد إير أو الهواء الرطب، حتى نقطة التشبع. نقطة التشبع هي الساتوريشن بريشر عند ضغط البخار، عند البارشال بريشر بتاع مين؟ بتاع البارشال بريشر بتاع البخار اللي موجود، مش الضغط الكلي. لا، يبقى في هنا كمية بخار معينة، وكمية البخار المعينة اللي موجودة في الهواء دي هي ليها ضغط جزء معين، وبناء على الضغط الجزء المعين ده هو وهتوصل، وكل ضغط جزئي ليه درجة حرارة تشبع. لو قعدت تنخفض بالحرارة تنخفض تنخفض، ولو وصلت لدرجة الحرارة بتاعة الضغط الجزئي ده، يبقى انت وصلت لدرجة حرارة التشبع، يبدأ عندك البخار اللي موجود في الهواء يتكاثف. تمام. يبقى هنا على انها درجة حرارة مخلوط من هواء، بخار ما عندما تبدأ رطوبة الهواء في هتبدأ في عملية التكثف خارج الهواء عند التبريد تحت الضغط ومحتوى رطوبة ثابت. لا، نقول دي تاني. وتعرف درجة حرارة نقطة الندى على أنها درجة حرارة مخلوط هواء من هواء وبخار ماء عندما تبدأ رطوبة الهواء في التكثف خارج. يبقى هتسيب الهواء بقى في التكثف عند التبريد تحت الضغط الثابت بتاعنا ده، تمام، تحت الضغط الكلي بس الثابت. طبعا الضغط الكلي بيبدأ هينخفض الضغط الكلي معاك، لأن أنت بتفقد مين؟ ضغط مين؟ ضغط البخار الميه. بس ده بيبقى بنعتبر الضغط الكلي ثابت في الحاله دي بتاعتنا بتاعه الخليط ده. ويمكن ايجاد درجه حراره نقطه الندى تجريبيا عن طريق امرار مخلوط من الهواء والبخار ماء فوق سطح معدني ناعم، بحيث يمكن قياس درجه حرارته والتحكم فيها، فيتم تبريد الجزء أو المخلوط الملامس للسطح عند تبريد السطح الماء، وتبدأ عملية التكثيف لبخار الماء بظهور الضباب. يعني ده هتمرر الكلام ده هو على سطح بارد. طبعا عشان الفيديو يترفع هتكتفي بهذا القدر في المحاضرة دي، وهنكمل نشوف هنحتاج كم محاضرة تاني إن شاء الله. وأتمنى ان الامور تكون واضحة معاكم، وان شاء الله هحاول جديا اعمل لكم كمية اسئلة مالتي تشويس على اساس تشوف ايه اللي ممكن اكتر طبعا من اللي هتيجي في الامتحان بكتير، عشان تبدأ تتدرب عليها هنا على المادة العلمية لو كانت ثقيلة شوية عليك مثلا. والى لقاء اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.